البدع والأهواء، أهل البدع الأقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أخيك لا بدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وكان هذا عند الجلوس. ولذلك فقوله فليبدأ بتحميد ربه عز وجل المراد به التحيات، فهي تمجيد لله وحمد له وثناء عليه، ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عقب التشهد، ثم يدعو بما شاء. وهذا من الأدلة على عدم وجوب الاستعاذة من أربع، لقوله ثم يدعو بما شاء، فيستفاد منه أن الأمر بالاستعاذة من أربع للاستحباب وليس للوجوب. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتم. رواه مسلم: كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، قوله في العالمين متعلق بالبركة التي حصلت لآل إبراهيم، حصلت في العالمين جميعا، أي جعل الله لهم البركة في العالمين. فهي متعلقة بالجملة التي قبلها: كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، فجعل الله البركة لآل إبراهيم في إلى زمننا وإلى أن يرث الله الأرض من عليها. قال: والسلام كما علمتم. رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ وإسناده حسن. والمقصود أنهم قد علموا كيفية السلام، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم السلام قبل تعليمهم كيفية الصلاة. فما هي الكيفية بالسلام؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فأنزل الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قالوا: قد علمنا السلام، فكيف الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فعلمهم بعد ذلك الصلاة، علّه بسبب جهله، وهذا مما يدل على عدم ركنية التشهد.
لأن الجاهل إذا ترك واجبا فهو كالساهي ليس عليه عادة، لو كان ترك أركانا لأمره بلا عادة، فهذا مما يضاف إلى أدلة عدم وجوب التشهد الأخير، قولي عجل هذا ولم يأمره بالإعادة. المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين. المسألة الأولى: حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التشهد الأخير. في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الأول أنها ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها على كل حال، وهو قول الشافعي وأحمد في رواية عنه، واستدلوا بالأمر بها في حديث فضالة وأبي مسعود، فليبدأ بتحميد ربه ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حديث أبي مسعود قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. فقالوا الأمر يفيد أنه من واجبات الصلاة، وواجبات الصلاة هي أركانها. الثاني: تصح الصلاة بدونها مع السهو دون العمد، وهو رواية عن أحمد وإسحاق. رواية عن أحمد وقال به إسحاق، العطف هنا كان الأفضل أن يعطف مع مغايرة في الفعل، حتى لا يظن أنها رواية عن إسحاق، وهو رواية عن أحمد وقال به إسحاق، أو وهو قول إسحاق. قد يظن الظان بالقراءة أن إسحاق معطوف على أنها رواية عنه فقط، وهو رواية عن أحمد وقال به إسحاق. الثالث: الاستحباب، وتصح الصلاة بدونها بكل حال، وهو قول أكثر العلماء منهم أبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق في رواية عنهما. إذن العطف الأول على أنها رواية كذلك، لأن هذه رواية أخرى عن إسحاق، إذن العطف الأول صحيح، إسحاق مشهور عنه أنه ما تروى عنه روايات، ولذلك قلنا أن الرواية المقصود بها أحمد، لكن في هذا الموضع عنه روايتان. وداود وابن جرير وغيرهم استدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه المتقدم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، يعني بعد التشهد علمه التشهد، ثم قال ليتخير من الدعاء أعجبه. التشهد أين ينتهي؟ أين ينتهي التشهد؟ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. وفي الرواية الأخرى: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. فقالوا هذا يدل على عدم وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من المستحبات. واستدلوا بحديث فضالة بن عبيد: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من صلى ولم يصلي عليه بالإعادة، حيث لم يكن يعلم ذلك، وقد أمر المسيء في صلاته بالإعادة، فدل على أن ذلك غير واجب. واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل: ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، أي حول الجنة والنار. جاء الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيح المسند، خرج أبو داود. وأما الأمر بها في الحديث الآخر فلا يدل على الوجوب، فإنه إنما أمرهم عند سؤالهم عنه كيف نصلي عليه، قال: قولوا اللهم صلي. فكان الأمر بسبب أنه في مقام فتوى وتعليم كيف يقولون، قولوا كذا وكذا. وهذه قرينة تخرج الأمر عن الوجوب على ما ذكره طائفة من الأصوليين، فإنه لو كان أمره للوجوب لابتدأهم به، ابتدأهم بالأمر والإيجاب،
ولم يؤخره إلى سؤالهم مع حاجتهم إلى بيان ما يجب في صلاتهم، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل على أنه اكتفى بالسلام عليه عن الصلاة أي من حيث الوجوب. قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الثالث هو الصواب، والله أعلم. ما هو القول الثالث الذي رجحنا؟ الاستحباب، أن الصلاة على النبي من المستحبات، وهي استحبابا وهو استحباب مؤكد لوجود الخلاف فيه، فمنهم من عده من الأركان. قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الثالث هو الصواب، والله أعلم. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يوالي التشهد بالتسليم، أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح، وهذا قول عن صحابي أنه يرى الاستحباب، فكان ينتهي من التشهد ويسلم. المسألة الثانية: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في التشهد الأول أيضا؟ ذهب أحمد وإسحاق وأبو حنيفة والشافعي في قول، والثوري وعزاه بن رجب إلى أكثر العلماء، إلى أن الجلوس الأول يقتصر فيه على التشهد ولا يزيد عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف والحجارة المحماة، إشارة إلى تخفيف الجلوس الأول. ولكن الحديث ضعيف، فإنه من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. واستدلوا بما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف، أخرجه ابن أبي شيبة من طريقين، أحدهما أو إحداهما بكسر الهمزة، إحداهما فيها انقطاع، سلمة بن تميم لم يسمع من أبي بكر رضي الله عنه، والثانية فيها رجل مبهم يخشى أن يكون هو نفسه الساقط في الطريقة الأولى. وذهب الشافعي في الجديد وهو الأصح عند الشافعية إلى أنه يشرع للمصلي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. وقد استدل بعضهم لهذا القول بحديث عائشة عند أبي عوانة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي من الليل 9 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيدعو ربه ويصلي على نبيه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9 فيقعد ثم يحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا، وإسناده صحيح وأصله في مسلم بغير هذا اللفظ، وإسناده بعوانة صحيح على شرط مسلم، وقولنا بغير هذا اللفظ أي فيدعو ربه ويثني عليه، أو قال بدون ذكر ويصلي على النبي، ذكر نحو هذا اللفظ، فكانت رواية أبي عوانة في المستخرج مبينة فاخترنا هذا اللفظ، وإسناده أيضا على شرط مسلم. قال أبو عبد الله غفر الله له، الشيخ الألباني رحمه الله رجح هذا القول الثاني واستدل بهذا الحديث، حديث عائشة عند أبي عوانة. قال أبو عبد الله غفر الله له: الأقرب والله أعلم القول الأول، ثم بعدها ظهر لنا أن القول الثاني أقرب سيأتي. الأقرب والله أعلم القول الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة عليه ولم يعين التشهد الأول أو الأخير، وقد أجمعوا على مشروعيته في الأخير دون الأول. وحديث فضالة يؤيد ذلك، فإن فيه بعد الصلاة ذكر الدعاء وهذا في التشهد الأخير.
ثم ظهر لي أن الإتيان به في التشهدين أقرب لحديث عائشة رضي الله عنها في قيام الليل الذي تقدم ذكره، ولأن قول الصحابة قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك يشمل التشهد الأول والأخير، فإن السلام حاصل في التشهدين فكذلك الصلاة في التشهدين. وأما حديث فضال بن عبيد فهو سمعه في التشهد الأخير يستعجل في الدعاء قبل التشهد والصلاة فأمره بذلك، فليس فيه تعرض للتشهد الأول لا بنفي ولا بإثبات، حالة حصلت في التشهد الأخير. وأما المرجح بكونهم أجمعوا على مشروعيته في الأخير دون الأول مرجح غير قوي، أجمعوا عليه في الأخير واختلفوا في الأول، فما هو الراجح في الأول؟ الأقرب أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيه أيضا. حديث عائشة نص في المسألة، واختيار العلامة الألباني رحمه الله في صفة الصلاة. نعم. يقول لو أسرع الإمام اكتفى إلى النصف والمأموم يرى الإكمال، الجواب يكتفي. الصحيح أيضا أنها مستحبة كما تقدم معنا فلا حرج عليه، ولو كان المأموم يرى الوجوب أيضا فعليه المتابعة، إنما جعل الإمام يتم به فلا حرج عليه أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم هو نبيل الأمة، وهو أيضا يدعو لنفسه ويصلي على نبيه يعني نفسه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.